مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وكلمه اخيره. النهارده هنناقش قرار وزير الرياضه الذي صدر منذ قليل بحل بعض مجالس ادارات الانديه الرياضيه ومراكز الشباب للتحقيق في مخالفات ماليه رصدتها لجان التفتيش وتعيين مجالس ادارات مؤقته. السؤال اللي بيشغل الناس وبيشغل الجمهور، هل هذه نهاية مرتضى منصور؟ هل كيف سيؤثر هذا الأمر على فريق الكرة؟ هم دول السؤالين اللي كل الناس في الشارع بتسألهم، هل هي نهاية مرتضى منصور أم أن نتائج المخالفات والتحيات في المخالفات قد يعني تكون نتائجها مخالفة؟ القرار بيقول إما التعيين المجالس المؤقتة إما لحين انتهاء فترة التحقيق أو لحين انتهاء فترة مجالس الإدارات. والسؤال أيضا اللي بيشغل الناس في الشارع وخاصة عشاق كرة القدم، وماذا عن فريق الكرة؟ هل فريق الكرة هيتأثر؟ التعاقدات، التجديدات، كل ده مهم جدا. هل من الذي سيكون مسؤولا عن فريق كرة القدم في الزمالك؟ أيضا في حلقتنا النهاردة هيكون عندنا فقرتين، الأولى مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة دكتورة غادة والي، وزيرة التضامن السابقة طبعا واللي احنا كلنا بنفخر فيها، أول امرأة تشغل هذا المنصب الرفيع، مسؤولة عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا. هنسأل دكتورة غادة كيف أثرت الكورونا على زيادة معدلات الجريمة والعنف ضد المرأة والمخدرات أيضا حول العالم وفي المنطقة. عندنا فقرة أخرى هيكون ضيفنا فيها عمرو جازرين رئيس نادي الجزيرة الرياضي، هنناقش فيها نموذج جديد للتطوير العقاري للنوادي الرياضية والاجتماعية، لكن هذا النموذج بيواجه اعتراضات عديدة من بعض أعضاء النادي. هنشوف كل هذه الآراء المختلفة في هذه الحلقة. إذن دكتور أشرف صبحي وزير الرياضة اعتمد وأصدر منذ قليل قراراً بإيقاف وحل مجالس إدارات عدد من النوادي ومراكز الشباب، الزمالك، دمياط، الشرقية، القاهرة، وعشرات من مراكز الشباب ومديريات الشباب، مراكز الشباب في مختلف الجمهورية. ليه؟ لأن كانت هناك لجان تفتيش قامت بالتفتيش على كافة النوادي، وطبقا للبيان الذي صدر منذ قليل من السيد وزير أو من وزارة الرياضة أنه وجدت مخالفات مالية سيتم إحالتها للنيابة العامة. والقرار أو البيان زي ما هو موجود معانا أنه سيتم تعيين إدارات مؤقتة لهذه النوادي لحين انتهاء التحقيق أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجالس الإدارات. إذن زي ما أنا فاهمة كده من القرار، ويعني هنحاول إن احنا نفهم أكتر، إذن هذه المجالس الإدارات لن تعود مرة أخرى طبقا لقرار القرار الذي صدر من وزير الرياضة. هذه النوادي أو مجالس الإدارات لن تعود مرة أخرى لإدارة النوادي. مجلس طبعا أهم خبر في كل ده هو مجلس إدارة نادي الزمالك، وإحنا بنتكلم على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور والمدير التنفيذي كمان تم يعني إيقافه، وأيضا المدير المالي. الأنباء بتتكلم طبعا على أنه بالفعل حددت لجنة قضائية ستشرف على نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية المستشار هشام إبراهيم رئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد سيد عطيه المحامي العام الأول، على أن تختار وزارة الشباب والرياضة بالجيزة مديرا ماليا ومديرا تنفيذيا. طيب والكوره بقى اخبارها ايه؟ وده السؤال المهم اللي بيشغل كل يعني الناس المهتمين بالفريق. الفريق الحقيقه فريق كرة الزمالك، كرة القدم، الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فريق متميز الآن، فريق قدر ان هو ينافس على بطولة أفريقيا. واحنا عارفين انه نادي الزمالك تعرض طبعا لعثرات كثيرة يعني من 2005 وهو في مجالس إدارات مؤقتة لحد 2014. الكلام بقى حول كرة القدم في يعني كلام كتير. طبعا أمير مرتضى مش هيكون موجود، فإما هيكون الذي يقود المنظومة الرياضية أو مشرف عام على كرة القدم هيكون إما كابتن أيمن يونس واسمه متردد بشكل كبير، أو كابتن أشرف قاسم نجم الزمالك السابق، أو ومعه عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق. القرار زي ما قلت لكم مش بيتكلم بس على نادي الزمالك، ولكن بيتكلم أيضا على أندية دمياط والشرقية والقاهرة، وكل ده رايح النيابة العامة، كل دول هيتم التحقيق معاهم في النيابة العامة. فيما يتعلق بنادي الزمالك القرار بيقول إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير للنيابة العامة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، تكليف مديرية إدارة الشباب والرياضة بالجيزة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة. طيب هل يعني برضو الناس بتسأل لماذا لجنة قضائية؟ يعني ليه لجنة من مستشارين؟ وفي ردود كتيرة على هذا الأمر، ربما لأن هناك مخالفات مالية ولأنه الوضع في النادي هيكون غير مستقر، فلا بد من يعني لجنة من عدد من المستشارين والهيئات يعني العاملين بالهيئات القضائية عشان يكون لهم احترامهم ويكون لهم برضو سلطاتهم ويقدروا ان هم يعني يعيدوا الانضباط للنادي وما يحصلش للنادي خلل باي شكل من الاشكال. الكوره، وهو ده السؤال المهم اللي بيساله الناس، بيساله يعني كل جمهور الرياضه، ده وقت التعاقدات، ده وقت تجديد التعاقدات، ده وقت مهم جدا. نادي الزمالك عنده يعني مباراة يوم الثلاث، وعنده أيضا مباراة أخرى يوم يعني لو نجح فيها أو لو كسب فيها هيقابل الأهلي يوم السبت، فهل ده طبعا زلزال في نادي الزمالك؟ ولكن هو الحقيقة كان زلزال متوقع، خلونا نكون واضحين انه كان زلزال متوقع. كان في كلام كتير عن مخالفات ماليه، طبعا انا لا استبق الاحداث ولا بد من تحقيق في هذا الامر، واحنا نترك الامور للنيابه العامه لتحقق وتقرر ما اذا كان هناك بالفعل مخالفات ولا ما فيش مخالفات. سلسله بقى يعني سلسلة ما حدث لمرتضى منصور الحقيقة فيه سلسال من قرار الأولمبية المصرية بعد كده خسارته يعني مجلسه البرلماني وعضويته البرلمانية في اللي هو يعني كان برضو متحصن بيها بشكل كبير، إلى خسارته لنادي الزمالك الآن ومؤقتا. وبقول مؤقتا ليه؟ لأنه لسه ما نعرفش النتائج ليه، لكن القرار بيقول وحتى أيهما أقرب، انتهاء التحقيقات أو انتهاء مدة مجلس الإدارة، ومدة مجلس الإدارة تنتهي في 2021 في نوفمبر 2021 القادم. هل هذه هي نهاية مرتضى منصور أم أنها ليست النهاية؟ الحقيقة محدش يقدر يقول، ولكن في إشارات كتيرة جدا. أنا ما بحبش أشمت في وقت الضعف والخلاف واضح، لكن أنا ما بشمتش في وقت الضعف، وبنواجه في وقت القوة وفي وقت السلطة، لكن في وقت الضعف ووقت خسارة مقعد ورا الآخر نترك ذلك للتحقيقات ونترك ذلك للنيابة، لأنه يعني ما يعنينا هنا هو مصير نادي الزمالك، سواء كنادي اجتماعي سواء كنادي رياضي، مصير فريق الكرة اللي الحقيقة هو فريق ممتاز وجيد جدا. اللي يهمنا في هذا الأمر هو مصير نادي الزمالك. الفترة اللي فاتت كانت فترة عصيبة، صحيح فريق الكرة كان فريق كويس، لكن كل المهاترات اللي كانت بتدور داخل النادي وخارج النادي كانت أمور سيئة جدا. أنا الحقيقة برضو وترفع ومش هدخل في هذه التفاصيل، لأنه مرة أخرى نحن لا نشمت في الناس يعني أو في من يفقدون مناصبهم، نتحدث فقط حين يكونوا على كراسيهم في مناصبهم. ده اللي احنا اتعلمناه. مرتضى منصور هل هي نهايته أم أنه ما زال موجودا معنا؟ ده السؤال اللي هنتركه للنيابة. خلوني أذهب لخبر آخر، والحقيقة الخبر ده عايزة برضو أتكلم فيه شوية لحد ما نشوف يعني مكالماتنا حول قضية نادي الزمالك. الحقيقة إن احنا فقدنا رجل حقوقي مهم جدا في العملية الحقوقية أو في العمل الحقوقي، هو الدكتور حافظ ابو سعدة. وحافظ ابو سعدة ما كانش بالنسبة لنا مجرد حقوقي بنستضيفه، ولكن كان مناضل، كان رجل صادق، كان رجل أمين على كلمته، كان راجل يعني قدر ان هو يحقق توازن مهم جدا، وانه يحافظ على شرف المهنة، شرف مهنته كمحامي، شرف مهنته كحقوقي، كرجل يدافع عن حقوق الإنسان. كان بالنسبة لنا أيضا صديق، والحقيقة ان احنا افتقدناه جدا. صدمة بالنسبة لنا هذا الرحيل المبكر، محدش طبعا يعني يعز على ربنا، ولكن هو رحيل مبكر. حافظ عنده 55 سنة الحقيقة يعني. لكن أنا هنا عايزة أقول حاجتين: الكورونا الكورونا الكورونا. حافظ عنده 55 سنة يعني صغير. الكورونا الكورونا ما بتختارش ما بين يعني طبعا ربنا في النهاية، ده قضاء الله، ولكن ما تقولوليش بقى صغير وكبير وكان عيان وما كانش عيان. الكورونا خلونا نحافظ على أنفسنا. حافظ أبو سعدة يعني واحد من أبرز الحقوقيين في المنطقة العربية، مش في مصر بس، سنوات طويلة من العمل الحقوقي، وقبلها كان العمل السياسي، واتسجن حافظ أبو سعدة عدة مرات. والحقيقة أنه يعني كان دايما رجل ناصري يساري، بيحترم نفسه، يحترم العمل الحقوقي، يحترم مهنته، يحترم كلمته. وطبعا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنوات طويلة. خلونا نشوف هذا التقرير. هو واحد من أهم القانونيين والحقوقيين في مصر، إنه حافظ أبو سعدة. ولد حافظ أبو سعدة عام 1965، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وحصل على الدكتوراه في القانون الدولي عام 2011. عمل أبو سعدة كمحام في مجال حقوق الإنسان، والتحق بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتدرج بها حتى أصبح رئيسها منذ عام 2009، كما كان عضواً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تأسيسه عام 2004. كان مهتم ومنشغل طول الوقت بالحياة كريمة للمواطنين بصرف النظر. يعني حافظ أبو سعدة الله يرحمه دافع عن جميع المواطنين دون تمييز، لم يتعصب لا لتيار سياسي ولا لفئة بعينها، كان دائما يسعى لتحقيق الكرامة لكل المواطنين. وكان يتميز عننا أنه يعني يؤمن جدا بأهمية الحوار مع الجميع. اشتهر أبو سعدة بمعاركه الشرسة دفاعاً عن الحريات، كما كان دائم المشاركة في المحافل الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والدولة المصرية، بالإضافة لمواقفه المناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها. حافظ أبو سعدة كان ليه معارك سياسية، وكان ليه معارك حقوقية. شارك في إعداد قانون الجمعيات الأهلية، مثل مصر في مؤتمرات دولية عديدة، أما المؤتمرات الدولية في الأمم المتحدة. في الدورة الأخيرة شارك بشكل فعال وبشكل جدي في الدفاع عن حالة حقوق الإنسان في مصر. وعن عمر ناهز 55 عاما، رحل عن دنيانا حافظ ابو سعدة تاركا إرثا من النضال الكبير من أجل حقوق وحريات الإنسان. خالد جمال، كلمة أخيرة. طبعا عزائي لصديقتنا نهاد أبو الأمصان، رفيقة الدرب ورفيقة الحياة والكفاح وقصة الحب الجميلة. نهاد برضو يعني عزيزة علينا، وأنا عارفة أن الفقد صعب جدا لما يكون شخص بجمال وإنسانية حافظ أبو سعدة. أنا يعني كل الحوارات اللي جت في هذا التقرير حوارات أنا أجريتها مع حافظ أبو سعدة. حافظ كان رفيق، ويعني فترة الإخوان، ويعني الحقيقة أنه صعب جدا فقدانه. طيب خلونا نذهب إلى قضية أخرى، نشوف يعني بما يتعلق بالرياضة. الحقيقة أنه التعصب الكروي موضوع مزعج جدا اليومين دول. قضية الأهلي وشيكابالا، أو جمهور بعض جمهور الأهلي وشيكابالا، هي قضية محتاجين إن احنا نقف قدامها ونقول إنه ما ينفعش. وأنا بوجه كلامي لبعض جمهور الأهلي، برضو مش كل جمهور الأهلي، لأن أنا عارفة إن جمهور الأهلي وجمهور محترم، جمهور يعني في فرحته بيحافظ على فرحته، وبيدرك تماما جدا لما يكون بتتعمل له حفرة. وأنا عايزة أكون دقيقة جدا وأنا بقول الكلام ده لكل من يريد أن يعني يتم اجتذابه أو يتم شده أو يتم يعني إن هو بيدفع لجزء العنصرية وبيدفع. انتوا مش واخدين بالكم ان ده غلوشة، يعني مش واخدين بالكم ان في حد بيحاول يخليكم تغلوشوا على فرحة النصر بالكاس، وان انت تروح في سكة تانية خالص، وتروح ويبقى الحديث كله مش ان الاهلي خد كاس افريقيا، لكن الحديث كله هو جمهور الاهلي او بعض جمهور الاهلي قال ايه عن شيكابالا، وشيكابالا رد قال ايه. وشيكابالا الحقيقة لاعب متميز جدا في الكرة، جاب جون مهم. عيب جدا ان احنا نشتم الناس باصلها واهلها وشكلها ولونها. احنا ما نعملش كده كمصريين، ما نعملش كده كبني ادمين، ما نعملش كده كاهلاويه، احنا ما نعملش كده. وبالذات عندما تكون منتصر، المنتصر دايما عنده شيمه الكرم. اهو انا في قصه مرتضى منصور النهارده بقول مش هتكلم فيها كتير لأنه موقفي كان واضح، عندي خلاف. وبالتالي لما يكون البني آدم في ضعفه ما بتتكلمش عليه، لما بيكون في عز سلطته بتتكلم عليه. في قصة شيكابالا يعني أنا حسيت إن في افتعال لكثير من دوائر الشر ودوائر الشتيمة ودوائر قلة الأدب مستمرة، وبحس إن أحياناً أنا ضد نظرية المؤامرة، لكن المرة دي ابتديت أشك إن في مؤامرة. وأنتوا عارفين المؤامرة منين؟ يعني لبعض جماهير الأهلي اللي يعني انخرطت في هذا الشكل، يا جماعة وأنتوا أذكياء أهو، عشان القرار اللي طلع له أهو، فتعملوا إيه؟ تخشوا في اللفة دي. ومش بعفي شيكابالا خالص من الرد الغريب والبوستات العجيبه اللي بتتحط. البعض بيقول لك معلش ما هو نفسيا بقى بيرد على الكلام وكذا. لا، انت برضو كلاعب منضبط، لتكن منضبطا، مالكش دعنين. انا لو حد شتمني برجع اشتمه، لو حد قال لي كذا وكذا، واحنا كلنا بنتشتم بنرجع نشتم، ما بنشتمش. انت كلاعب نموذج برضو تكون منضبط، بلاش استثارة غضب الجماهير. مش بقولك ان اللي حصل من الجماهير ده صح، ده غلط ويجرم، وبالعكس الجماهير دي تعاقب. والنهارده تم القبض على عدد منهم، لانه مش اعتقد راحوا عند يعني مقابر عائلة شيكابالا. عيب يا جماعة، عيب. دي فيديوهات مسيئة اللي اتعملت، عيب. بس تاني يا جماعة يعني شوية ذكاء. هو في حد بيجرك الناحية التانية ليه؟ انت دلوقتي كجمهور تقف ورا فريقك، انت دلوقتي كجمهور تترفع، انت كسبان فتبقى مترفع، تبقى فوق، لا تشتم ولا وانت كسبان ولا وانت خسران على فكرة، بس وانت كسبان اكتر تكون مترفع. وتقف ورا فريقك. عندنا ماتش يوم الثلاث، عندنا ماتش ان شاء الله يوم السبت، عندنا لسه مباريات اخرى نقف ورا الفريق. لكن الديستراكشن دي وحاله التشتيت المستمره نتيجتها ايه؟ نتيجتها طبقا للقواعد واللوائح بقى ان يبقى في عقوبات على الجماهير. ده احنا عايزين نرجع الجماهير تاني الاستاد، عايزين نرجع الجماهير موجوده. انا عارفه ان الكوره فيها شتايم والكوره فيها كذا والكوره فيها، لكن بعض الانضباط ما فيهاش عنصريه وما فيهاش تمييز. في العالم كله، في العالم لما بيكون فيه هتاف عنصري بره، في انجلترا، في اسبانيا، في اي دوله، بيبقى فيه عقوبه على النادي. انت عايز ناديك يتعاقب؟ انا هنا بتكلم بالمصلحه، ومحدش يقول لي اصل هو قال، اصل هو كذا، المصلحه بتقول كده. انا بتكلم بقى بالعقل، بنظريه المصلحه. والنظريه الثانيه انه احنا مش عنصريين، لا كمصريين ولا كاهلاويه ولا كبني ادمين، احنا مش عنصريين. فكره العنصريه دي فكره قميئه. معايا الناقد الرياضي اسلام صادق. مساء الخير يا استاذ اسلام. مساء الخير استاذه لميس، برحب بيكي ويعني مبروك رجوعك مره ثانيه منوره الشاشه. اشكرك استاذ اسلام. يعني النهارده ايه الوضع بالنسبه يعني الحاله العنصريه دي او الحاله المستثاره؟ طبعا دلوقتي خلاص القضيه خلصت، بقت قضيه يعني هتنام القضيه دي شويه وتصحى قضيه نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك ومرتضى منصور، دي اللي هتبقى القضيه الاولى. لكن ازاي نقدر ان احنا نهدئ من فكره العنصريه في التشجيع، في الهتافات، في التعامل بين الجماهير واللعيبه؟ طيب، اولا رقم واحد، انا طبعا باكد على فكره ان احنا كمصريين عمرنا ما كان في عنصريه عندنا، ده رقم واحد، ولن يكون ده يعني مستمر خلال الفتره اللي جايه. لكن علشان تنتهي الظاهره ديت من بدايتها، لازم يكون كل جمهور عارف ان لوائح الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا نفسها يعني بتجرم وبتعاقب النادي اللي جماهيره بتتميز او بترتكب افعال عنصريه، وبتصل يعني لازم كل واحد بيشجع النادي بتاعه لو هو بيعمل دوت يعني متوهم ان هو بيحب كده النادي الاهلي ولا بيموت في النادي الاهلي، انت كده بتضر ناديك وممكن يصل الامر الى عقوبات ضد النادي بتاعك. ده لو هتتكلمي حضرتك من الناحيه الرياضيه. من ناحيه طبعا الجماهير، هو انا النهارده القله ديت النهارده بنطالب، احنا كلنا بنطالب كاعلاميين رياضيين وكل عناصر المنظومه الرياضيه بعوده الجماهير. الدوله قادره على تامين المدرجات، والدوله قادره على تامين الجماهير بشكل كبير، ويمكن اكثر من بطوله اقيمت في مصر خلال الفترات اللي فاتت قدرت الدوله سواء بقى بالقوات المسلحه سواء بالشرطه الحمد لله ان احنا مثلا واحنا قادرين على دوت مباراه الاهلي والزمالك اللي فيها اداء راقي جدا من طبعا. الناديين من الاهلي والزمالك. ماذا لو كانت اللي كان العالم كله بينقلها بجماهير؟ لكن في النهايه انت اللي بتكوني مسؤوله على ان الدوله تساعد الدوله ان انت النهارده ترجعي الجمهور، كل واحد مسؤول عن تصرفاته. دلوقتي الدوله لما تيجي تبص على ده تقول لك ده وانا ارجع الجمهور ليه؟ انا هتشتم، الدوله هتتشتم، الحكومه هتتشتم، الناس هتتشتم، والتانيين هيتشتموا، وخلاص بقى ما الشتيمه دي الطبيعي. رقم واحد. رقم اثنين، انت بتضر ناديك. الناحيه الثانيه بالنسبه للنجوم الكبار اللي بحجم طبعا شيكابالا، وهو طبعا نجم كبير جدا وسجل هدف عالمي في مباراة الأهلي الأخيرة، لكن في نفس الوقت لابد ان هو يعني مش هينجرف وراء اي استفزازات. وهو اعتقد حسب معلوماتي ان هو شال الصورة اللي كانت موجودة على ايوه هو شالها، بس بعد ايه بقى؟ انت بتتكلم استفزاز واستفزاز مضاد واستفزاز واستفزاز مضاد. انا بقول لحضرتك هو غير يعني غير مرفوض تماما، ان يكون في ايه الفرق ما بين النجم الكبير. ليه النجوم الكبار بتستمر في قلوب الناس؟ ليه حازم امام النجم الكبير نجم الزمالك الكبير مستمر في قلوب الناس، ومحمود الخطيب في النادي الاهلي، وحسن شحاته في الزمالك؟ ليه؟ بسبب اكيد هم خلال الفترات اللي فاتت وخلال مشاركتهم كانوا بيتعرضوا للاستفزازات، لكن عمرنا ما شفنا حسن شحاته بيرد، وعمرنا ما شفنا الخطيب بيرد، وعمرنا ما شفنا حازم امام ولا حماده امام ولا الاسماء الكبيره جدا اللي موجوده في قلوب كل المصريين على مستوى كره القدم. نفس الامر بالنسبه لشيكابالا، قد يكون التصرفات غريبه وغير منطقيه وغير مقبوله برضه بالنسبه لقله، برضه انا مش عايز اعمم ابدا ان الموضوع خاص بجماهير النادي الاهلي كلها، لان جماهير النادي الاهلي جماهير محترمه جدا جدا، لكن هي زي واصبتي التوصيف ان هي في مجموعه من محور الشر اللي هي بتكون دايما مش عايزه مصر تظهر بشكل كويس، مش عايزه مصر زي ما انت قلتي، بدل ما احنا بنحتفل بالنادي الاهلي دلوقتي ان هو بطل افريقيا ورايح كاس العالم للانديه، وكمان الزملكاويه ممكن زعلانين شويه علشان الزمالك ظهر بشكل مميز وباداء راقي، كل ده كان في يعني في محفل كروي كبير جدا. العالم، انا عايز اقول لحضرتك يا مدام لميس، العالم كله والاعلام العالمي كله كان بيتكلم عن مصر بسبب الاهلي والزمالك، ما يجيش بقى قله مندسه ومعروفه مين اللي وراها ومعروف ايه الهدف من وراها، وان انا عايز اعمل فتنه. يعني بعد ما كنا بنحتفل بالعرس الكبير، العرس الافريقي اللي هو وصول لاول مره اكبر ناديين في القاره وفي الشرق الاوسط للنهائي افريقي، جايين بقى بنتكلم في فتنه كرويه، لا مش لا ده شيكابالا عمل كذا، لا ده مش ده ده بس احنا كلامنا ده اسلام، كلامنا ده ما بيوصلش للناس. يعني خليني بس اقول لك ان احنا يعني لازم حد يكلم الجماهير بلغه مختلفه، احنا كلامنا ده ما بيوصلش. الخوف ان تطبق عقوبات، الخوف ان هو لا يا فندم، الكلام انا بقول لحضرتك هي الفكره ان في قله من الجماهير بتبقى من الاخر كده في محرضه، في جلب اموال من ناس معينه بهدفها عدم استقرار. قبل ما اقفل ده، توقعاتك ايه لمن يدير نادي الزمالك كرويا؟ لا هو اللجنه، انا بتكلم اللجنه برئاسه المستشار احمد البكري، هي لجنه محترمه جدا قادره على قياده النادي. يا جماعه انا يعني مع احترامي لكل الاشخاص في الزمالك في الاهلي، الكيانات الكبيره لا تتأثر برحيل أي أشخاص. صحيح. المايسترو صالح سليم رحل عن النادي الأهلي واستمر النادي الأهلي في حصد البطولات. نادي الزمالك حلمي زمورة وكمال درويش والأسماء الكبيرة رحلت عن نادي الزمالك واستمر نادي الزمالك في حصد البطولات، هيستمر نادي الزمالك في حصد البطولات، ونفس الأمر بالنسبة للأهلي، الكيانات الكبيرة لا تتأثر برحيل الأشخاص. شكرا زميلنا إسلام صادق المعلق المحلل الرياضي. خلينا نذهب إلى مجلس الشيوخ. في جلسته النهاردة أقر لائحة المجلس وتم إرسالها للسيد رئيس الجمهورية. كانت هناك نقطة خلاف حول نص المادة 46 تتضمن عبارة تنص على أنه ضمن أدوار اللجنة التشريعية أن اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. عدد من النواب اعترضوا على هذا النص وقالوا أن هو الشريعة الإسلامية ده موجود في الدستور أصلا في المادة 2 من الدستور، وأن هذا هو الحاكم لكل، والدستور هو الحاكم لكل القوانين والتشريعات، بالإضافة لأنه في تشريعات اقتصادية واجتماعية لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية، وفي تشريعات متعلقة بالأقباط لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية ولا يمكن مناقشتها وتطويرها وفق الشريعة الإسلامية. كان في خلاف الحقيقة بين عدد من النواب، في مقدمتهم طبعا السيد النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وكان من مقدمة الرافضين لهذا النص، وقال أنه حذفها لن يؤثر على المادة، خاصة أنه في قوانين ودساتير اقتصادية لا تمت للشريعة. معي على الهاتف سيد المستشار بهاء أبو شقه وكيل مجلس الشيوخ. سيادة المستشار مساء الخير. يا فندم سيادة المستشار، طب سامعيني يا جماعة؟ التليفون تاني لو سمحتوا. طيب نرجع تاني للمادة الخلاف بقى بيقول انه زي ما قلت لكم الشريعه، الجزء الخاص بالشريعه الاسلاميه موجود في الدستور، فلا بد يعني ايه لازمه ان هو يتم تكراره مره اخرى في ماده الماده اللي هي ماده 46 في اللائحه، ولكن تمت الموافقه بالاجماع على هذه اللائحه. طيب معانا المستشار يا جماعه ولا ايه؟ طيب لحد ما يكون معانا المستشار، كان في ايضا خلاف تاني حوالين الماده 234. طيب سياده المستشار بهاء ابو شقه وكيل مجلس الشيوخ، مساء الخير يا فندم. الو، مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ انا مساء الخير، اهلا يا استاذ لميس. يعني عايزه اتكلم على الماده 46 و يعني التعديلات، تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. هل المادة دي كانت موجودة في مجلس الشورى السابق أو موجودة في لائحة مجلس النواب؟ موجودة في لائحة مجلس النواب بنصها كده. يعني احنا دلوقتي أمام مسألة ذات شقين، الشق الأول أنه وفقا لدستور 2014 لائحة مجلس النواب أو الشيوخ بيصدر بها قانون، وده يمكن نص فريد في دساتير العالم، لا يمكن مفيش غير فرنسا اللي هي اللائحة بتعتبر في حكم القانون. ده جزئية في هذا المجال. الأمر الآخر إن عندما نكون أمام لائحة أو نكون أمام قانون بيصدر بالنسبة للائحة، لابد أن نكون هناك التزام بالنصوص الدستورية. فالدستور بالمادة 2 بيتحدث صراحة على أن اللغة العربية هي اللغة الدولة، والمبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. تمام، ما هي موجودة بقى في الدستور بالنسبة لليهود أو الديانات المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية بتنظمها القوانين الخاصة بهم أو الشرائع الخاصة بهم. فيبقى إذن عندما نكون أمام النص ملتزم بالدستور، عندما أورد أن التشريعات لابد أن تكون مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور عشان تغطي المادة 3 من الدستور في هذا الشأن. ما هو ده موجود في الدستور، أنا ليه بكرره تاني في اللائحة؟ لأن اللائحة أصلا، ما هو أصلا الدستور بيضع مبادئ عامة، انما عندما نكون امام لجان نوعيه بحط لها اختصاصاتها، فمن ضمن الاختصاصات انا بقول له انك انت اختصاصاتك التشريع، جزء خاص في السياسات التشريعيه التي تلتزم بها، تراعي فيها كذا وكذا وكذا. فده يعني سواء القانون او طب ما هو الاختصاصات الخاصه بمجلس الشيوخ وارده في الدستور، وصدر بها القانون 141 لسنه 2020 الخاص باختصاصات مجلس الشيوخ نقلا عن الدستور. ايوه، بس في قوانين اقتصاديه، في قوانين اجتماعيه. هل حضرتك بتقول لي انه هناك قوانين في مصر ليست يعني او مخالفه للشريعه، وبالتالي دور مجلس الشيوخ ان يتاكد انها ملتزمه بمبادئ الشريعه الاسلاميه؟ ده نص دستوري، يعني ده نص دستوري على ان التشريع أو أي تشريع لابد أن يكون متفقا ومطابقا للشريعة، لمبادئ الشريعة الإسلامية، للمبادئ مش للشريعة. هل ده يصطدم؟ هل ده هنا النص ومع دقة النص الدستوري أنه متفقا أو مطابقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. المادة دي كانت موجودة في مجلس الشورى السابق، مجلس الشورى موجودة في مجلس الشورى، موجودة في في مجلس الشورى، موجوده في بالنسبه لقانون مجلس النواب، وموجوده في قانون مجلس النواب الحالي، قانون رقم 1 سنه 2012، وفي اللائحه كمان. ما هي اللائحه بيصدر بها قانون دستور 2014 قال ان قبل ذلك كان المجلس الذي يضع اللائحه دون ان نكون هناك نص ملزم قانوني او دستوري ان اللائحه يصدر بها قانون. دستور 2014 نص على ان لائحه النواب، ثم بعد ذلك تعديل الدستور 2019 على ان مجلس الشيوخ سواء لائحه مجلس النواب او مجلس الشيوخ بيصدر بها قانون، ولذلك بنلتزم سواء ما يتعلق بكافه الاجراءات المتطلبه لاصدار القانون. طيب. مش اللائحه. هناك ماده اخرى ايضا شهدت خلاف النهارده، هي حق رئيس المجلس في الاعتراض على سفر النائب، وحضرتك رايت ان هذا فيه اصطدام بالدستور الذي يكفل حريه الانتقال، فازاي المجلس وافق عليها؟ لو تكلمني عن الماده دي يا سياده المستشار. لا، المجلس ما وافقش على الماده لان هو كانت موجوده في المشروع المعروض. فيعني انا لما عرضت رايي قلت ان هذا النص أو هذا الوارد في المشروع في شبهة عدم دستورية وفقا للمادة 54 والمادة 62 من الدستور، لأن الحرية الشخصية مصونة في المادة 54 ولا يجوز تقييدها بأي قيود إلا بإذن مسبب. المادة 54 الحرية الشخصية مصونة، وفي غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا بأمر مسبب. المادة 62 من الدستور قالت أن حق المواطن في التنقل مكفول دستوريا. فإذا نحن أمام قاعدة ومبدأ دستوري في كافة دساتير العالم، حق التنقل مكفول. فإذا ما كنا أمام نص قانوني وهذا النص القانوني بيستوجب أخذ رأي رئيس المجلس أو المجلس، ومن يريد السفر يتقدم بطلب مكتوب، وهذا الطلب يستوجب أن يكون أمام موافقة، يبقى إذا ده يتعارض مع النص. أمام موافقة من يملك الموافقة يملك الرفض بالظبط، يبقى إذا نكون أمام قيد، هذا القيد بيتنافى ويجافي صريح النصوص الدستوريه. طيب وخصوصا نص الماده 62 في هذا الشأن. مصير هذه الماده 234 كان ايه سياده المستشار؟ ما خلاص تعدلت على ان يكفي الاخطاء، الاطلاع فقط وليس لازم تستوجب ابلاغه، والابلاغ كتابه، فاكتفينا بمجرد الاخطار في هذا الشأن. الاخطار فقط وليس انتظار الموافقه او الاعتراض. لا الاخطار فقط، يعني الاخطار فقط في هذا الشأن لكي يبقى المجلس زي خبر مثلا، لان لانه نائب مفهوم. اذا كان في مسافر في مهمه او حاجات زي كده بيكون ليه اعتبار في التصويت. متى يبدا المجلس في عمله سياده المستشار؟ لا، ما المجلس يستطيع ان يعمل الآن، لأن اللجنة المكلفة بوضع اللائحة وفقا لقرار المجلس في أول جلسة انعقاد يوم 18/10 فوض هذه اللجنة في اختصاصات اللجان النوعية. المجلس ليس هناك ما يمنع من أن يمارس سلطاته الدستورية واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي قانون مجلس الشيوخ، سواء ما تعلق منه بالاختصاصات المتعلقه بدراسه واقتراحات الامور الوارده في الدستور وفي القانون، او اخذ راي مجلس الشيوخ في بعض الامور التي نص عليها ايضا الدستور والقانون في هذا الشأن. بشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار بهاء أبو شقه وكيل مجلس الشيوخ. خلينا نخرج فاصل، وبعد الفاصل الدكتوره غادة والي وكيل الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للأمم المتحدة وأول امرأة يعني تستلم هذا المنصب.